آفاق واسعة للتعاون طرحتها القنصلية الأمريكية في جنوب العراق في أول زيارة للقنصل العام لمدينة الوركاء الأثرية في محافظة المثنى. جذب الاستثمار في مجال التنقيب والسياحة الأثرية مفصل مهم وصورة واضحة في مجال الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة الأمريكية، حيث ترى أن مقومات النجاح متوفرة في ظل الأهمية التي يمثلها هذا الموقع الأثري والمواقع الأخرى. نحن نتعامل مع المؤسسات الحكومية والغير الحكومية من أجل المساهمة في تطوير المواقع الأثرية وتقديم الدعم لها. بالإضافة إلى ذلك نعمل على إيصال رسالة واقعية عن أهمية هذه المواقع وتشجيع السياح لزيارة الآثار في الوركاء. نعمل على رسم طرق الاستثمار في هذه المناطق وإيصال صورة حقيقية للمستثمرين. ويقيم هذا الاهتمام بنظرة تفاؤل كبيرة هنا تزيد من أهمية هذا الموقع الذي انضم مؤخرا إلى لائحة التراث العالمي ضمن ملف العراق البيئي والآثاري على قائمة اليونسكو، والذي يدخل تقييما دوليا لمراقبة ملف إدارته من الجانب العراقي، لتكون وعود الحكومة الأمريكية في التعاون بهذا الملف دافعا مهما لنجاحه. تم التباحث والتنسيق معهم في الكثير من المسائل والآليات المتعلقة بتنفيذ خطة الإدارة المدرجة ضمن التي تم إعدادها لهذه المدينة المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، وسيكون هناك تواصل مع الحكومة المحلية إضافة إلى الهيئة العامة للآثار والتراث وزارة الثقافة العراقية. وتعقد آمال كبيرة في تطوير واقع السياحة في الوركاء على عودة التنقيب الذي لم تغطي البعثات التنقيبية الألمانية منه سوى 5% رغم امتدادها إلى نحو 75 عاما، حيث توقفت في عام 1991 بسبب حرب الخليج الثانية. من السماوة أحمد السعيدي، الحرة.